بهذا الدرس راح أشرح لكم على الأسئلة اللي تجيكم أثناء فحص العملي داخل السيارة. فأول شيء راح نبدي بهذا العداد، كما تشوفون موجود 1 2 3 4 وكذلك. هذا اسمه دوران المحرك بالدقيقة أو الـ RPM. الواحد هو ألف، يعني دوران المحرك يكون 1000 مرة بالدقيقة. الاثنين هو الألفين. فالسؤال يجيك، ما هو هذا العداد الموجود؟ فهو دوران المحرك. وليه ما تستخدم هاي الشغلة؟ نستخدمها لتبديل الغيارات، وتبديل الغيارات أفضل شيء هو يكون بين 2 إلى 2.5، يعني 2000 إلى 2500. بهالطريقة راح توفر الوقود. اللي تشوفه هنا هو حزام الأمان. هنا احنا ما لابسين حزام الأمان، فإذا تكون لابسة فتروح هاي اللمبة. وهذا الضوء الشغال هو ضوء العادي أو ضوء المدينة، يعني الطاقة الأولى أو الطاقة الثانية. فهنا يبين وياك بأنك مشغل ضوء أو مطفي. فبهالطريقة مطفينا الضوء، وهنا الطاقة الأولى ضوء الخفيف، وهذا الثانية هو الضوء العادي اللي نمشي به أثناء المطر أو بالليل. هذا العداد يعطيك درجة حرارة المحرك، فأفضل شيء يكون على 90. وهذا العداد يعطيك كمية الوقود اللي موجودة داخل السيارة. فإذا جاك السؤال ما راح يطلب منك يقول لك كم لتر موجود، لا يقول لك شقد الوقود الموجودة داخل السيارة. فحاليا عندنا 3/4، فالصفر هو يكون الفاضي والواحد هو يكون الفول. هذا العداد الآخر يعطيك سرعة السيارة، والضوء الأحمر اللي تشوفوه هنا هو فرام الإيد أو الهاند بريك، البي علامة استعجاب. فإذا طفيت الهاند بريك فراح تروح هاي العلامة بهالطريقة، وإذا سحبنا الهاند بريك راح تشتغل. بهالطريقة تعرف إذا أنت مركب الهاند بريك أو لا. وهنا الموجود هو الرباعي، هذا الرباعي أو الفلاشر، نستخدمه إذا كان قدامنا حادث أو عندنا عطل بالسيارة. وهنا الأضوية الأخرى أو الكبسات الموجودة الأخرى، هذا تقدر تتحكم بدرجة الحرارة في السيارة. وهنا عندنا حرارة الشباك أو البلور الخلفي، يعني إذا في ضباب تقدر تشغل، يعني أو بخار بالبلور الخلفي تقدر تشغل هاي الكبسة، فراح يروح البخار أو الضباب. الموجود هنا الماكس هو البلور أو الشباك الأمامي، إذا شغلتها فراح تجي أو تشغل المروحة بقوة، فبهالطريقة راح يروح البخار. وهذا كذلك حسب السيارة، هنا يجي الهواء على البلور أو الشباك الأمامي، هنا يجيك الهواء على الرأس، يعني يجي منها، وإذا ضغطت على هاي الكبسة يجي الهواء على الرجلين، يعني هاي المروحة تجي على الرجلين، وهنا على الرأس، وهنا على الشباك أو البلور الأمامي. الموجود هنا هذا يخلي دوران الهواء داخل السيارة، يعني الهواء الموجود داخل السيارة يدور بالداخل، معناه ما راح يجي هواء من خارج السيارة. الـ AC هو التبريد، الـ Air Conditioning، واللي موجود هنا هو تدفئة الكراسي المقعد حسب السيارة، مو موجود بكل السيارات. وهنا تقدر تقوي أو تخفف المروحة، وهذا كذلك ما موجود بكل السيارات. هاي تدفئة الديركشون أو الستيرينج. فبهالطريقة هاي الأشياء اللي موجودة داخل السيارة. بعدين عندنا الأضوية، فأرد أراويكم الأضوية، راح تجي عليها أسئلة كذلك. فنفتح باب السيارة. الأضوية كما تشوفون هنا الصفر، بهالطريقة الضوء طافي كامل. والطاقة الأولى هو الضوء الخفيف، بالعادة هذا ما نمشي به، يعني يكون السيارات الحديثة الضوء الخفيف دائما شغال. والطاقة الثانية هو الضوء العادي، هذا الضوء الإجباري نمشي به بالليل أو إذا كان مطر أو بالنفق، فهو هذا الضوء العادي. وهاي هنا ما موجودة بكل السيارات، هذا يشتغل بوحده، يعني الحساس يشتغل بوحده إذا تمشي بالليل، فالضوء راح يشتغل بعده. اللي موجود هنا
الزائد والناقص، هنا نقدر نخفف إنارة السيارة داخل السيارة. فبهالطريقة نقدر نخفف الإنارة كما تشوفون، ونقدر نقويها بهالطريقة. إمتى نستخدمها؟ نستخدمها إذا كان طريق يعني ظلام وماتش، يعني بهالطريقة ما راح تزعج عيونك، تقدر تخفف الإنارة. واللي موجود هنا هو ضوء الضباب الأمامي، ضوء الضباب الأمامي بهالطريقة الشغلة تجي الخطوط مايلة للأرض، وهنا عندك ضوء الضباب الخلفي لخطوط تكون عدلة. ضوء الضباب الخلفي إن شغله إذا كانت الرؤية أقل من 50 متر. بعد يم عندنا ضوء العالي، ضوء العالي تشغله كل السيارات بهالشكل، تسحب هنا يكون الغماز على اليمين أو على اليسار، فإذا تسحب هاي إلك بهالطريقة كما تشوفون أكو ضوء أزرق جاي يشتغل، فهو هذا الضوء العالي. إذا سحبته فراح يطفي، بس إذا دفعت دفع بهالطريقة راح يبقى شغال. فهنا شوف بالتابلو يكون لونه أزرق، فسحبه لك فراح يطفي الضوء. هاي النقاط اللي تجي أثناء فحص العملي واللي ممكن تنطلب منك. بالتوفيق، وشوفوا أو تابعوا الفيديوهات اللي موجودة على صفحة اليوتيوب، ولا تنسون الشير واللايك. عدنان الطاهر.